عليكم ومرحبا بكم من جديد في قناة أمل كيتشن. اليوم غادي نوجدو الحريرة اللي كنعرفوها كنستهلكوها يوميا في شهر رمضان المبارك. غادي نوريكم الطريقة الأصلية وطريقة بسيطة جدا. كل المكونات غادي نحطها في تحت أسفل الفيديو بلونغلي كذلك. هنا كنحتاجو بصلة مشلضة، شوية ديال الكرافس، عندنا القزبر ومعدنوس مقدار ديال ربع كاب تاهم مقطعين، وكذلك 250 غرام ديال اللحم مقطع مرسويات، وعندي هنا 3 حتى 4 ديال مطيشات، ومعلقه كبيره ديال معجون طماطم اللي انا وضعته شويه مع شويه ديال الماء. بالنسبه للحمص انا خديت غير ديال المعلب، خديت علبه، معلقه كبيره ديال اكشولي معلقه صغيره ديال الابزار، معلقه ديال سكنجبير. في طنجره بالضغط غادي نوضعوا الزيت، البصل واللحم، وكذلك الكرافس والقزبر والمعدنوس اللي مقطعين، وغادي نقليوهم شي شويه. وبعد ذلك غادي نوضعوا التوابل مع الماء. هنا انا وضعت في جوج كيسان حتى 3 كيسان كبار ديال الماء، هي الماء على حساب كميه ديال اللحم والبصله والكميه اللي انت باغيه طيبي الحريره. بالنسبه انا الحريره اللي طيبت هي مقدار ديال 3 حتى 4 ديال الاشخاص. غادي كما قلت لكم غادي نوضع الماء وغادي نغلق الطنجره وغادي نخلي الحريره تطيب على مدة 45 دقيقه. ومن بعد 45 دقيقه غادي نزيد هذا الخليط الطماطم الطريه اللي انا حكيتها، وكذلك معجون الطماطم والارز. نخليوها طيب لمدة 15 دقيقة وربع ساعة مع التحريك والمراقبة. ومن بعد ما نشوفوا ان الحريره كتغلي لنا غادي نضيفوا لها داك الخليط ديال الدقيق مع الماء، لان قلت لكم حتى 3 حتى 4 معالق كبار ديال الدقيق خلطتهم مع الماء حتى ولا خليط سائل. وانتم على حساب تدوير الحريره كتبغيوها ثقيله خفيفه، انا بالنسبه ليا كنبغي الحريره شويه خفيفه. غادي نضيفوا داك الميكستشر ديال الدقيق مع الماء، وغادي نخليوها الحريره كذلك تطيب لمده 15 دقيقه وغادي نراقبوها. الحريره ديالنا هي وجداد، وكنتمنى ان الوصفه ديال اليوم عجبتكم. كنقدموا الحريره ديالنا مراكن سوب مع التمر والحامض، انا كيعجبني الحامض كنعصر فيها شويه الحامض. ما تنساوش وما تخلوناش بالتعليقات ديالكم، وكنتمنى لكم رمضان كريم. Don't forget to spread the love, like and subscribe. Thank you so much. Bye.